السلام عليكم. سنقرأ القصة السابعة عن عبد الرحمن بن عوف. بسم الله. ولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنوات، ورغم أنه نشأ في جاهلية وسط الجهل وضل وعبد الأصنام، وإلا أنه تمتع بأخلاق حميدة وصافت فضلته، فلم يشرب الخمر فلم يشرب الخمر أبدا، رغم أن تشارها بين الناس، وكان يحب العمل والذكر، واختار التجارة ليعمل بها، فأصبح تاجرا ماهرا، واستطاع أن يكسب من تجاره مالا وافرا، فصار من أغنياء، فكان يشتري البضاعة ويبيعها ويرتاح من مكان إلى آخر، حتى فوجه ذات يوم بصادق أبي بكر يأتي الزيارات ويدعو إلى الإسلام. انشرح صدر عبد الرحمن للإسلام وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد الله وزبير بن العوام، ووقف عبد الرحمن أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأود قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله،
صار عبد الرحمن بن عوف وأحد من السابقين الأولين في الإسلام. رقب الكفر الكفار ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتشر يوما بعد يوم أن تعدد المسلمين يزداد يضاعف وجتع أشرف قريش وقرر وأن يحارب الإسلام وأنصد رآه قرارهم بتعذيب المسلمين حتى يعودوا إلى عبادة الأصنام. وبدأ أوف في تنفيذ قرارهم القاسي. وعاد عبد الرحمن إلى مكة بعد أن مكث في الحبشة وقاتل طوال عش وعاش وأضي مطمئن من النفس رغم العذاب الهانل الذي يحصر به الكفار المسلمين. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأهجار إلى مدين، وكان عبد الرحمن من أوائل المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة ومكثوا بها صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وفي والشواق. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين النبي الهاجر طارق صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن سعد بن الربع الأنصاري وبدأ تحيات الجدية في المدينة. غادر عبد الرحمن المسجد مع أخ سعد وسار إلى منزل سعد وجلس الرجلان. فقال سعد: مرحبا بك في منزلك يا عبد الرحمن. ثم
إلى عبد الرحمن في حب قائلا: يا أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فعندي بأستنان فخطر أحدهم ما أكثر أهل المدينة مالا قال عبد الرحمن: رفض عرض الكريم بارك الله لك في مالك يا سعد، ولكن دون طريق السوق. آخر صفحة. وازدادت ثوار عبد الرحمن، وكان رغم غنائه رجلا متواضع إذ جلس بين خدمه أمام من يميزه أحد عندهم، فكانت قائفة غاضبة: ألم يرى أحد المكاكف من قابل فهي مكانه، ومن بعد سبع عام رحلة حتى حميل البضاعة المحتافة وسمعت السادة عائشة ضجة شديدة، فتأسات: ما هذا؟ الضجة. وعرفت السيد عائشة أنها قفلت الضخمة العبد الرحمن، فقاتل بارك الله له فيما أضله في الدنيا ولا ثوب للآخرة أعظمه. فقالت: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا وثواب الآخرة أعظم. وسمع عبد الرحمن وقاتله عائشة
فأسرع إليها وقال لها: أشهدك أن كل هذا القافل في سبيل الله لقد تصادق عبد الرحمن بالقاف وعام الخير الرجاء المدينة. وأوصى عبد عمرو بن الخطاب أن يتولى الخلافة من بعد رجل يختار المسلمين من بين سترى رجل وكان أحد هؤلاء الرجال وهو عبد الرحمن بن عوف، ولكن عبد الرحمن رضي رفض الخلافة في إصرار قائلا: والله لن يأخذ أحدكم خنجرا يقضي في حلقي، أحب إلى من الخلافة. وأعلن عبد الرحمن بن عوف تنزيله بن الخلافة، فرضي الرجل الخامس أن يختار هو أحدهم. قال له الملأ: يا يعلى بن أبي طالب، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأرض، وشاور عبد الرحمن الناس جميعا، ثم اختار عثمان بن عفان الأخلفة، ووافق الرجل الخامس على اختياره، وبايعوا عثمان علي الخلافة. عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عبد الرحمن بن عوف رجل كريم، وكان أهل المدينة جميع يشعرون أنهم شركاء عبد الرحمن في ثراء ماله، فهو ينفق على الفقراء والمحتاجين ويساعد الدين كل من عجز عن تسديد دينه، ويحر العبيد يشتريهم ويتعذقهم. لوجه الله كان العامل الثاني لو ثوت للهجرة، هم آخر أعوام
عبد الرحمن بن عوف. وفي سبيل الله حتى فاضت ورواح الطاهرة وصدعت إلى المسلم السماء إلى حيث بشير بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. السلام عليكم.